بعيد زاد لا هذاك هو النهار اخر مش يوصلني لك البلاص باش نقعد نستنى الانساب حتى اللي جاية وقت نموت. يقولوا الانساب فما تلقى انساب باهية تلقى ساعات انساب. نقول لك الانساب مش نصيب مصيب. الانساب مش نصيب مصيب. ما مال يعطيك وجه ومن بعداش يضرب وجه اخر. يصيب. ملول فرح وجاي. اخسر. كنت لحقت الجيل نهار اخر وقت ناخذ هاك الشبر مش نرقد فيه وحدي ما يرقد معايا حتى حد. خمس نسيب الله ومصلي على النبي. فيهم الكبير بالكل النهار جو ومش راكح. من تولي. اي ما كان ولدي لا عندي فرد طفل كنت الكبير فيهم بكل حسبات وولدي مع ولدي. هم بعض هكاك معناها مش نتعاركنا ولا لا كل واحد على روحه بقى هو. انا خمس نسيب واحد ما سمعش مني كلمه عود بالله. كلمه تو واحمد بابا ونقسم لك بربي. انا كنت في بيت مكه. يا واحد لا سمع مني كلمه عود بالله لتو خمس نسيب. الانساب باش تعيش معاهم مرتاح شو يلزمك تعمل؟ القدر. ها مال شنو القدر؟ ما تخرطوش على روحك. انت بقدرك وهو بقدره. انت بقدرك وهو بقدر. تتضرب بنتي. وتجيني تهز روحها وتهبط لي. نحمد بابا ونقسم لك بالله نرجعها في نهارتها. مام انا عرفتك بيا ها؟ انت اللي عرفتي. تحملي المسؤولية. تحملي المسؤولية تو. مات كان في دار. نساب الكل يحبوني على الصنعة هذيك. نساب الكل يموتوا علي على كسر. جيك تروح في نهار. ورحمة بابا هاي كنتي تسمع في إلا نخليها تبات عندي. عجل وقت اللي قلت لي يوم ورا واحد يخطب فيا بدايتي مش نحافة. حبيتي نقول لها تقول وقفي وافقتي انت تقول يا ماما راني تعرفت على واحد. بنتي هذيك مسؤوليتك انت راه مش مسؤوليتي يعني. تقول لي كيف ايه؟ بري معاها عوايم اثنين مش كي تاخذ فيهم المره لو حتى تعرفيه بنتي علاش يمشي وعلاش يجي. هو يعرفك علاش تمشي وعلاش تجي. لازم تخرج معاه هو يعطيك الصح وتشوفوا بعضكم والحمد لله نساب يقول باهي. خاطر انت باهي. الحمد لله وراس وليدي لا نقول لك لا باهي ولا خايبه ما ربي هو اللي يعلمه كل شيء. فرحانه بنسابك وبناتك ديما تتذكر ولدك. يا ولدي نسابي هم ولادي. نسابي هم ولادي شبيك. خليك العام نسيبي بس مش يقابل ما خدمتي راه ولدك فرحانة بنسيبك وديما تخمم في ولدك اللي هو خمم فيهم كل خمم فيهم كل وصلي وبالرغم بناويت بلايصهم كل اللهم صلي على النبي. قارين هما مش مقارين متوسطي واحدة ماخذ عنده اضطراب وعنده صالة افراح وعنده اخترتي على الفلوس وحال. لا لا مش ني هي اللي اخترته خلي واش مدخلني فيها ملي. وبنتي الاخرى ثاني راجلها عندها الترا والبنتي الاخرى عندها الكراهه براجلها كالنقل. وبنياتي وكل الله ونصلي على النبي عليهم. الله واحد والله واحد على نسيباتي وكل. مرحبا بك حاج. وبيك اكثر. خارجه مشيت اخبت يعني. اتنخبت انا اول واحد في المدرسه. أول وحده على علو صوتي الله لا ينحي قيس سعيد الله لا ينحيه ربي يعليه ربي ينجيه. ها هذا اللي قلته في وسط المدرسة. في وسط المدرسة العباد قلت تفرج البوليسية واقفة. كي تنحى علينا هو. اش عدل؟ نرجعوا كيما قبل. نرجعوا كيما قبل. أنت انتخبت قيس سعيد باش ما نرجعوش للفترة الفارقة. صح. يرحم والدين والديه الله يبارك له. نقولها على علو صوتي اللي مش عملوه لي خليه يعملوه لي. اي نخسرنا في المعيش وربي يهدي وليداتنا ويعملوا لنا حل لها الزطله ولها الدروق ولها الوحدات. هذاك هو ما نقول لك. اللي تحكي الزطله والمخدرات تقلق برشا هكا ولا؟ شبابنا مشي. شبابنا تلقيه قدك تحت الحيط قاعد وينعس والوالدين وسايل وراسك انت. نحي علينا هاضم والله يبارك له والله يخليهولنا ويساوي ويرخصنا في المعيش.
حاجه يعطيك الصحه. احكينا على وضعيتك، لاباس صفا العائله؟ احكي لي. والله الحمد لله الصحه مدوح ونشكروه. الزوج موجوده؟ لا متوفي. متوفي عندي امين ده عايشه فيها. معك ولادك؟ ولدي عندي فرد طفل يعيش فوق مني، وعندي 5 بنات اعطيتهم الكل. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. واللي فوق منك احواله تعبه. عنده 3 وليدات عويله وكبروا، هاهم اولاد، هاهم اولاد وكبروا، ما حدش منجم وليدي يخدم تاكسي باش عاطيها له واحد يخدم عليه بالنهار. تعب وليدي بالكدا بالكدا. تتعاون فيه كيفاش؟ والله هاني وكيك هكاك، كان نشوف ولايد حافيين هاني نشرك الحويجه. ما في حاليش، ما في حاليش، عندي ناخذ في الدويات عجلين. عندك دويات؟ اي ناخذ فيها. اي غالي دويات؟ عندي فقر الدم وعندي مرضة وكلا عندي، والحمد لله الحمد لله نصح مدوه ونشكروه. الام كي تلقى ولدها معناها مش في حالوش برشا تتقلق؟ مش نتقلق، وراس وليدي ايام بيت قاعده بالقاعده والتخميم هازني، والله 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 والتخميم هازني وبكى هامل عليا كي نشوف وليدي هكاك. ماكسمي البكاء؟ البكاء بالبكاء، والله بالبكاء. يخذني ولدي ما يخذنيش ولدي في الوقت هذا، ما يخذنيش، مش مش وصلهم له ذوك ما يقري فيهم الكل. ها يخذني ولدي. انا قلت لك يخدم على تاكسي بشتر، مش بشتر تاكسي باي، وهو باي ومول المول باي. اش مش يصح في يده 20,000؟ 20,000 نصح في يده. ها ديما تفكر فيه في الليل؟ نرقد بيه ونقوم بيه. فما شنو؟ لما شنو ماذاك هو حياتي، البنوات كل واحدة شادت راجل، وهذاك هو المعامل عليه وعلى ربي. كيفاش عامل عليه؟ معامل على وليدي ومنسني، والله منسني وليدي ووليداته وبيته معايا، والله الحمد لله نستحمد الله ونشكره. وزوجته باهية معاك؟ باهية، مش نقول لك ماشي باهية، باهية، باهية معايا، بنت أختي هي. وال شنو تقول معناها؟ شنو تتمنى انها تحل عينك وتقوم تلقى ولدك فانا حاله؟ شنو تتحلم؟ وليدي شاد بلاصه مترسم على طول العمر. وقتها شنو تعمل وقتها؟ وقتها نزرد. وقتها نذبح ونزرد لوليدي ان شاء الله. ان شاء الله قيس سعيد يرجعها بالكدا، نطلب من عند ربي، نخزروا ربي نخزروا القيس سعيد نحن تو. ان شاء الله قيس سعيد يعمل مجهودات مع هالشباب اللي خان قضايا. ها انت تحبي نهار معناها ان شاء الله ولدك يترسم في الخدمه؟ ان شاء الله يعطوه خدمه باهيه. يعمل لك حاجه؟ الحمد لله انا عملت عمر. اي عندي بنوتي عملوا لي عمر. اي بلا يسم بالقد عملوا لي عمر. يخدموا لاباس؟ اي والحمد لله وشكر لله. وذاك شنو اللي طالبه وذاك شنو نتمنى؟ بناتك ولا ولدك الحقيقه؟ يا عمارة الغير بجاه ربي ولدي خير والله. غشوا عليك؟ خليت غشوا ليه، مش نظهر لهم بالسرقة.